الحمامة والعنكبوت. تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ عشية ضاقت علي السماء فقلت على الرحب في الغار بيتي، وفي الغار شيخان لا تعلمين حميتهما يومها أم حميتي. جنينان إن ينجوا يصبحا أمة ذات شمل جميع شتيت، وقوم أتوا يطلبونهما تقف الريح عنهم من الجبروت. أقلب عيني في القوم ما بين وجه مقيت ووجه مقيت، أتوا فارتعشت فقلت اثبتي تحرز الخير يا هذه ما حييتي. فليس بأيديهم أن تعيشي وليس بأيديهم أن تموتي، سنحمي الغريبين من كل سيف بريش الحمام وأوهى البيوت. سنبني المآذن في المشرقين بخيط رفيع وخبز فتيتي. أنا من أتيتك أشكو السماء فصرت أقاسمها بعض قوتي. تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ أخية هل تذكرين الغريبين؟ ما فعل بعدنا يا فديتي؟ أخية أخية ماذا جرى لهما؟ أترى سلما؟ يا أخية هل تعلمين؟ لقد كان في الغار وعد بأن السماء ستنثر مثل أرز العروس على العالمين. لقد كان في الغار دنيا من الصين حتى بلاد الفرنجة، أسواقها وميادينها وقوافلها وعساكرها، بسط الجوامع، آي المصاحف، أضرحة الصالحين، نقوش الأواني، وشاي الصباح يعطر بالمريمية والياسمين. لقد كان في الغار دنيا من الصين حتى بلاد الفرنجة، أسواقها وميادينها وقوافلها وعساكرها، وصياح المنادين، بسط الجوامع، آي المصاحف، أضرحة الصالحين، نقوش الأواني، وشاي الصباح يعطر بالمريمية والياسمين. أخية ماذا جرى لهما؟ أترى سلما؟ يا أخية هل تذكرين؟ غداه اناديك هل لك هل لك ان ندخل الغار اهلي واهلك. فالغار اوسع من كل شيء، هو القدر الدائري الذي كان قبلي وقبلك. هل لك هل لك ثم انهمكت لكي تنسجي للغريبين ليلا حنونا يكون من الليل ليلا بديلا. وقمت انسق عشا فسيحا دعوت اليه الطيور قبيلا. أخية فلتنظر الان حولك ما تبصرين. أخية ماذا جرى لهما؟ أترى سلما؟ يا أخية ماذا جرى لأرى ما أرى؟ فلقد طفت ما طفت تحت السماء لم أجد أحدا منهما، وكأنهما لم يكونا هنا، لم يحلا ولم يرحلا. يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ أولم يصلا للمدينة أم وصلا؟ يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ أترى أسرا؟ أترى قتلا؟ أترى بقيا صاحبين أم انفصلا؟ يا أخية ضيفاك ما فعلا؟ تقول الحمامة للعنكبوت: أخي تذكرتني أم نسيتي؟ لقد طفت كالشك كل البلاد وأنت هنا كاليقين بقيت. فلم أوت علمك مهما علمت ولم أرق يوما إلى ما رقيت. فأنت لبنياننا كالثبات وأنت لبرهاننا كالثبوت. أتيتك أسأل عن صاحبينا فلا تقتليني بهذا السكوت. أراك أخية لا تنطقين بأي الدواهي الإناث دهيت. ولود عنود تعود وتفنيك وهي تخلد إما فنيت. وأعرف ما ضرك المشركون ولكن من المؤمنين أتيت. وأعرف ما ضرك المشركون ولكن من المؤمنين أتيت. تقول الحمامة للعنكبوت: بربك يا هذه لا تموتي. تقول الحمامة لما رأت روح حارسة الغار فاضت، وقد أصبح الغار من بعدها طللا، يا أخية ضيفاك ما فعلا. ثم قالت: تعزي قليلا وخلي من الدمع ما هملا، ثم ميلي إلى كل طفل وليد وقصي عليه الحكاية، قولي له في زمان مضى
حل في غارنا عربياني وارتحلا.